تلات بزاف، ولا تخدم السهرات، ولا تخرج للبلدان، ولا تخدم بالعرا، ولا تخدم بشحال من حاجه. ولك هادشي اللي كتبني يدير فضيحات امي ما بازيه، يكتبها في اليوتيوب لا انستغرام لا في الفيسبوك، فضيحات امي ما بازيه، ويدخل ويشوف الا كذبت عليها بشي حاجه ولا قلت لها شي حاجه. انا اللي تنطلب وتنطلب من الله ومن القضاء ايه ولدي، اما تنطلبش شي حاجه. انا ما بغيتش هذا الولد يولي تيشوف مو تدير الشيشه، ما بغيتش هذا الولد يشوف مو عريانه في الكباريات، ما بغيتش مو يشوف الولد في شحال من حاجه خايبه وعريانه وهذا. اشنو هذا الولد غدا غدا يدوز يعاير واحد اخر، غدا غدا يدوز يعاير واحد اخر. انا دابا شخصيا تندوز يعرفوني اعطيه، اش اعطيه اش بغي اعطيني، ورغم هذاك الشيء لقيت 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 بطلتي سبوني.